السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند سجدة للشنط، فيديو الشنط الحريمي، والاسعار النهاردة ببلاش. المكان هنا مصنع، انت هتاخده مش سعر جملة كمان، لا ده انت هتاخده سعر مصنع، وهتاخده قطاعي نفس السعر كمان، قطاعي جملة سعر واحد. النهاردة عاملين عروض جامدة جدا على الشنط المصري والمستورد والبورتوفيهات باسعار خيال بجد. تابعوا الفيديو للنهاية، ما تنسوش لايك وشير، ويلا بينا نشوف عروضنا النهاردة. شنطة زي كده ب 16 جنيه بالوانها، ظهر وكروس وعاملة 16 جنيه، دي هتبقى ب 16 بدل 22.5. شنطة جراب ب 20 جنيه وعاملة 25 جنيه، دي برضه هتبقى ب 25، تمام، ده ب 20 جنيه برضه، كل الوانها وكل ده يبقى ب 20 جنيه، ودي شنطة وست ب 20 جنيه بكل الوانها وعاملة 20 جنيه، دي هتبقى ب 20 جنيه يا جماعة بسعر المصنع كمان، دي خاماتها مستوردة، ودي هتبقى عاملة 35 جنيه، دي 35، الشنطة الباريس دي هتبقى ب 35 جنيه، هتبقى ب 50 جنيه، حاجة زي كده برضه ب 50 جنيه، يا جماعة بدل 55 هتبقى عرض ب 50 جنيه، تاخدوها ب 50 جنيه وبس، هتبقى ب 65 جنيه بدل ده يبقى ب 65، دي هتبقى ب 50 بدل 60، هتبقى ب 55 جنيه بدل 60، هتبقى ب 55 جنيه بدل 60، هتبقى ب 55 جنيه بدل 60، دي هتبقى ب 65 جنيه، دي هتبقى ب 55 بقى ب 68 بدل 75، دي هتبقى ب 50 جنيه، ثلاثة ظرف وعاملة 60 جنيه، ثلاثة ظرف زي كده هتبقى ب 75 جنيه، الاكسسوار كله مستورد 65 بدل 75 جنيه، عدل كده تفتح تمام، دي هتبقى ب 60 جنيه يا جماعة، شغل لوكس ب 60 جنيه، تبقى 65، الشنطة دي هتبقى ب 60 بدل 60 بدل 65 جنيه، ثلاثة ظرف زي كده عاملة 65، شنطة ثلاثة لون ب 65 جنيه، دي قطيفة في جلد وعاملة 50 جنيه، ظرف وعاملة 50 جنيه، تبقى ب 60 بدل 65، شنطة مستوردة زي كده ب 40 جنيه، ده بورتوفي كبير بالكروس بتاعه مستورد ب 40 جنيه، شنطة يا جماعة وبوك وعاملة 40 جنيه، ده يبقى ب 30 جنيه بدل 35، 30 جنيه، الجلد ده برضه هيبقى عامل 30 جنيه، من 16 جنيه، من 16 جنيه، يعني شنطة زي كده. دي كانت الأول بكام أصلا الفيديو اللي فات؟ أصلا دي كانت ب 22.5 وعملناها ب 20 وبعد كده خليناها ب 18، تمام، النهاردة عملناها ب 16 جنيه، تمام، يعني دي يا جماعة كانت الأول ب 22 عملناها عرض ب 20 والفيديو الثاني كان ب 18، دلوقتي هتاخدوها ب 16 جنيه، شنطة زي كده ب 16 جنيه بألوانها، فيها حوالي 12 لون، 12 لون من كل شكل، بس طبعا مش هينفع نصور ألوانها كلها، لا طبعا عشان وقت الفيديو بس، ودي داخلة هي الحزام بتاعها اهو، الحزام الكروس بتاعها، تمام، وسط يعني وسط وكروس، تمام، وعاملة 16 جنيه، تمام، الشنطة دي برضه ب 16، عملنا عليها عرض برضه، دي برضه هتبقى ب 16 جنيه، الشنطة دي هتبقى عاملة 16 جنيه يا جماعة، ظهر وكروس، تمام، طبعا في الوان كتير، حلو قوي، ظهر وكروس وعامله 16 جنيه، تمام، دي برضو كانت عامله 22.5، تمام، النهارده خليناها ب 16 جنيه، دي هتبقى ب 16 بدل 22.5، طبعا دي كروس وفيها سوست ورا، حلوه جدا دي، تمشي انساتي محيرات، طبعا، حلوه جدا دي برضو، بصوا دي هتبقى ب 16 جنيه بدل 20، معانا ايه تاني؟ ريال جراب، ده جراب الموبايل، عامله كام الجراب؟ جراب الموبايل ده نعمل عرض بقى، نعمل عرض عشان خاطر الله يخليك، 25 جنيه بس هنخلوه لك ب 20 جنيه، ده هيبقى ب 20 بدل 25، طبعا شنطه جراب ب 20 جنيه، حلو قوي، ده جيب، ده جيب فيها، وده جيب، وده جيب، جيب للفضه، للفضه الصغير جديده دي، وده جيب للموبايل، تمام، حلو قوي، الشنطه دي كلها تاخدها ب 20 جنيه بدل 25، تمام، في ايه تاني يا ابو سجده معانا؟ في الحاجات دي كلها، حاجه زي كده برده عامله كام دي برده؟ دي عامله 25، دي وسط وكروس 25 جنيه، بص وسط وكروس وعامله 25 جنيه، تمام، دي برضو زيها، تمام، دي برضو يا جماعه دي ايه كروس. دي كروس وهتبقى عامله 25 جنيه، كل الوانها متاحه والاسعار دي جمله وقطعي سعر واحد، تمام، دي برضو هتبقى بكام؟ 25، دي برضو هتبقى ب 25، تمام، جيب ورا، ودي برضو 25، دي ممكن حوالي مثلا يجي 20 موديل، فمش مصور حوالي 20 موديل بقلوهم. تمام، كله نازل على التليجرام، كله على التليجرام، تمام، ده ب 20 جنيه برضو، بس مش هياخده بسعر التليجرام، هياخده بسعر الفيديو، مفيش مشكله، هو سعر التليجرام واحد، هو سعر، تمام، يعني انت منزله على التليجرام بنفس سعر اسعار الجمله، اسعار الجمله، خلاص، تمام، بص حاجه زي كده ب 20، طبعا في كل الالوانات، كل الوان وموديلات كتير، وكل ده ب 20 جنيه، 25 25 جنيه، سوري 25، حاجه زي كده برضه هتبقى ب 25 جنيه، الشنطه دي هتبقى ب 25، وسط برضه وكروس، تمام. 25، تمام، وعندنا بقى الوسط الجلد التايجر ده، وسط جلد تايجر، حلو قوي، عامله كام دي؟ دي عامله 20 جنيه، بص اديني وشها بقى كده، بص الوسط دي هتبقى عامله 20 جنيه، ليها حزام داخلي، تمام، بيبقى معاها الحزام الجلد ده، تمام، دي هتبقى ب 20 جنيه، دي طبعا كل الواناتها، التايجرات بكل الوانها، وكل ده يبقى ب 20 جنيه، مظبوط، تمام، وفي منها الحاجة اللي هي الفرنيل لماعة ده، الفرنيل لميع،
بالوانه برضو يعني البرنيب كل الوانه عامله 20 برضو يا عامله 20 دي برضو هتبقى ب 20 جنيه والله طبعا ده بتكلفه المصنع تمام هنا انتوا بتاخدوا من المصنع نفسه عامل لكم عروض حلوه جدا ودي شنطه وست ب 20 جنيه بكل الوانها وعامله 20 جنيه تمام 20 جنيه قطاعي وجمله سعر واحد والخامات حلوه جدا 20 بصوا الالوان السيلفرات بتاعتها كل ده هيبقى ب 20 جنيه وفي حاجه بقى منها جلد في الجلد الجلد دي بس تحفه دي برضه دي العظيم حلوه خمس بونش سبونش عايز اقول لك شيك عامله كام دي دي اصلا سعرها 35 جنيه جمله 420 جنيه ده ستيتر يعني دي 35 جمله بس احنا هنعمل عليها عرض فيها حزام داخلي معاه الحزام برضه الحزام الداخلي اهو حلو قوي قوي تمام دي هنعمل على الارض ب 25 لا والله تحفه بصوا الشنطه دي هتبقى ب 25 جنيه حلوه جدا دي دي على خامه انا عايز اقول لكم الخامه بتاعتها حلوه جدا خامه مستورده الخامات مستورده يا جماعه دي خامتها مستورده ب 25 جنيه دي طبعا كل درجات الوانها وفي الوان تاني فيها 18 لون 18 لون حلو قوي في ايه تاني معانا اللي هو القلاب القلاب ترتر قلاب وسط ده بيقلب كده تمام وعامله كام دي برضه داخل فيها حزام داخلي برضه 25 ولا ب 20 دي ب 20 جنيه تمام شفتها بصوا دي هتبقى عامله 20 جنيه اسعار المصنع تمام انتوا يعني بتاخدوا مش جمله كمان لا ده سعر مصنع تكلفه تعدي معانا 20 جنيه تمام يعني انا نفسي حد يتحداني مره كده ويجرب يكلفني تمام حلو قوي دي هتبقى ب 20 جنيه يا جماعه بسعر المصنع كمان ب 20 جنيه تمام معانا بقى عرض اللي ما يتفوتش ال 35 صح؟ عايز اقول لكم حاجات تحف والله العظيم على خامه مستورده دي خاماتها مستورده ودي هتبقى عامله 35 جنيه حلو قوي دي بالوانها برضه يا ابو سعد دي جميع الوانها كل الوانها موجوده 35 تمام هنشوف منها كذا موديل كده بسعر ال 35 هي بس لون تاني ده موديل اه تمام لا هي موديلات كتير يعني موديلات دي 35 ثمان موديلات حلو قوي ثمان موديلات ده موديل برضو. ده موديل تاني برضه طبعا فيها كل ده يبقى ب 35 جنيه بصي التصبيغ ده تصبيغ زي الجلد الطبيعي حلوه جدا دي وعايزه اقول لك تحفه والله العظيم حلوه دي 35 جنيه مش سعر شنطه فعلا حلوه جدا بالوانها برضه يا ابو سجده كل الوانها تمام كل ده يبقى عامل 35 جنيه في منها برضه الباريس باريس بصوا الشنطه الباريس دي هتبقى ب 35 جنيه حلوه قوي دي تسلم ايدك تمام هنيجي بقى لعرض جديد حاجه زي كده عامله كام القمر دي دي عامله 55 خلينا ب 50 جنيه دي هتبقى ب 50 جنيه اليد بتاعتها معدن يا جماعه ودي هتبقى ب 50 جنيه حلو قوي قوي دي الوان برده متاحه منها حاجه زي كده برده ب 50 جنيه طب والله تحفه والوان برده يا ابو سجده كل الالوان طبعا كل الالوان متاحه ينفع نصور الالوان كلها لا طبعا عشان وقت الفيديو والمكان زحمه برده حاجه زي كده برده هتبقى ب 50 جنيه حلو قوي معانا حاجه زي كده الابل 55 خليناها 50 دي برضه هتبقى ب 50 جنيه بص معانا الجمال ده سلسله كبيره الكروس بتاعها سلسله كبيره ان الالوان كان ماسكها من شويه دي سلسلتها اهي تمام بصوا دي يا جماعه بدل 55 هتبقى عرض ب 50 جنيه شنطه زي كده ب 50 حلو قوي ودي برضه دي برضه ب 50 بدل 55 كل ده بدل 55 هيبقى ب 50 معاه الكورس بتاعك كل ده كان في العرض في الفيديو اللي فات كان ب 55 الفيديو اللي فات كان ب 55 الفيديو ده هتاخدوها ب 50 جنيه وبس تمام حلوه جدا الوان برضه متاحه من كل الموديلات اللي انتوا بتشوفوها دي طبعا دي ال في ال في بجميع الوانها عامله كام؟ دي عامله بدل 75 65 دي هتبقى ب 65 جنيه بدل 75 ال في بكل الوانها برضه تمام تسلم ايدك طبعا دي الجوتشي الجوتشي برضه ب 70 ولا ايه؟ لا دي 65 دي ب 65 جنيه بدل 75 برضه بدل 75 هتبقى ب 65 جنيه والجوتشي بكل الوانها كل ده يبقى ب 65 تمام في حاجه زي كده بكل الوانها تمام دي بكل الوانها اللي معاها اه مين؟ تمام سكارف ايه؟ سكارف تمام عامله كام؟ دي بدل 60 خليناها 50 جنيه دي هتبقى ب 50 بدل 60 كل الحاجات النهارده نازل في اسعار كتير حاجه زي كده برضه سكارف برضه اه حلو قوي عامله كام دي برضه دي 55 بدل 60 برضه دي برضه هتبقى ب 55 جنيه بدل 60 كل الوانها متاحه تسلم ايدك يا ابو سجد في حاجات زي كده دي زي كده برضه دي طبعا اكبر حجم تمام دي الحجم اكبر فيها سوسته في النص تمام
والحزام بتاعها جلد وسلسله. وعامله كام دي؟ دي 55 بدل 60. يعني القمر دي هتبقى ب 55 جنيه. بصوا الشياكه دي في اشكال منها كتير. دي هتبقى ب 55 جنيه بدل 60، تحفه دي. وفي الشكل ده برضو، ده برضو 55. ها بدل 60. حلو قوي. بصوا دي برضو هتبقى ب 55 جنيه بدل 60 بكل الوانها. دي كل موديلات. كل ده يا جماعه يبقى عامل 55 جنيه بدل 60. حلو قوي بالوانها برضو. ودي حاجه ثانيه. دي حاجة تانية خالص. ايه الجمال ده؟ عاملة كام دي؟ دي 65. دي هتبقى ب 65 جنيه. حلوة جدا دي. بدل 70 هتبقى ب 65. تمام. في حاجة زي كده برضو؟ كام دي يا ابو سجدة؟ دي عاملة 55 بدل 65. دي ب 55 جنيه يا جماعة. فيها سلسلة برضو بجلد واحد. حلوة أوي. تسلم إيدك. والاكسسوار كله عندي مستورد. الاكسسوار كله بيجي مستورد. مش بيطوص ولا بيعمل يعني بغير. تمام. قلنا دي هتبقى ب 5 وكام؟ ب 50. دي ب 55. بص الشنطه القمر دي هتبقى ب 55، الوانها كلها متاحه. وطبعا الموديل ده؟ ده اللي هو قطيفه في سكارف في حاجات شياكه كده. عامله كام دي برضه يا ابو سجده؟ دي عامله 70. دي هتبقى ب 70 جنيه. 68 جنيه بدل 75. يعني هتبقى ب 68 بدل 75. حلو قوي قوي. دي قطيفه يا جماعه كده في جلد. ودي برضه حاجه كانت عامله 55 ودلوقتي عامله 50 جنيه. دي برضه هتبقى ب 50 بدل 55. بس والله شياكه. بصوا القمر دي هتبقى ب 55 ب 50 ب 50 جنيه. دي هتبقى ب 50 جنيه. شنطه حلوه جدا ال في برضه موجود منها الوانها كلها. طبعا دي دي الوان طيف كده في. وبعدين بصي من جوه دي حلو قوي. ادي 1 2 3 3 ظرف. 3 ظرف. جديدة قوي دي يا ابو سجدة. دي كل الوانها موجودة. والوانها كلها فسفوري كده ولا ايه؟ لا فيها الوان ثانية. فيها الوان ثانية. يعني زي الذهبي برضو. عاملة كام دي يا ابو سجدة؟ دي عاملة بدل 70 60 جنيه. دي هتبقى ب 60 جنيه بدل 70. دي 3 ظرف من جوه. وهتبقى ب 60 جنيه بدل 70. بألوانها برضو الذهبي بتاعها وفي المموج. كل ده يا جماعة اهو. دي 3 ظرف وعاملة 60 جنيه بدل 70. طبعا في حاجة زي كده. زي دي برضو. حلو قوي برضو دي. دي ادي فيها بس عايز اقول لك تحفه. 3 ظرف. 3 ظرف. حلوه جدا دي. بصوا معانا حجم ومساحه برضو. تسلم ايدك. مبطنه قطيفه من جوه. طبشين قطيفه من جوه. ده شغل لوكس بقى. تمام. عامله كام دي يا ابو سلمى؟ دي عامله كام دي؟ 3 ظرف يا جماعه. دي 75 بدل 85 جنيه. يعني دي 3 ظرف طبشين قطيفه ب 75 جنيه بدل 85. ده الموديل الثاني بتاعها؟ ده الموديل الثاني برضه 75. 75. تمام. بصوا الشياكه دي. طبعا كل الالوان موجوده. 3 ظرف زي كده هتبقى ب 75 جنيه. شكلها حلو جدا وكل درجات الوانها متاحه. كل ده ب 75. ده موديل ثاني. ده موديل ثاني خالص وكل ده يبقى 75. شغل لوكس ده بقى يا جماعه كده اهو. 75 جنيه 3 ظرف. في حاجه زي كده برضه؟ في حاجه زي دي. عامله زي العلبه برضه. عامله كام دي يا ابو سته؟ دي عامله 65. دي 65 جنيه برضه. اليد معدن. بصوا اليد معدن. ودي هتبقى تمام. مستورد. الاكسسوار كله مستورد. ودي هتبقى تمام 65 بدل 75 جنيه. خامات مستورده. وفي حاجه زي كده؟ حاجات زي كده برضو. دي من جوه. دي 3 ظرف من جوه. 3 ظرف. دي اكتر يا ابو سجده من 3 ظرف. ده كتير قوي. خليها علينا بقى. يعني بصوا كده افتح معانا يا ابو سجده بعد اذنك. ده بيتهيألي ظرفين اهم. دي في ودي ظرف تاني. وفي هنا يعني جيوبها كتير. مكان. ده حوالي 5 ظرف او اكتر. عامله كام دي برضو؟ دي سعرها كان 65 ودلوقتي 60. تمام. يعني دي هتبقى ب 60 جنيه بدل 65. شغل اللوكس ب 60 جنيه. ده لون منها تاني. ده لون تاني. كل ده يبقى ب 65 ولا ب 60؟ ب 60. 60 بدل 65. ده موديل تاني. ده موديل تاني. ايه الجمال ده؟ بصوا الشياكه دي. القلب بيتعدل كده تفتح كده يفتح. تمام. وبرده فيها نفس العدد الاظرف برده بالظبط. وكده تقفل معانا. تقفل. ودي برضه 65. لا 60 بدل 65. دي 60. انا عماله اقول لك 65 مش عارفه ليه. دي هتبقى ب 60 جنيه يا جماعه. شغل لوكس ب 60 جنيه. تمام. تسلم ايدك. الوانها برضه متاحه كلها يا ابو سجدة. ودي شنطه ال في. ال في. عايز اقول لك دي تحفه. عامله كام دي برضه؟ الشنطه دي عامله 65. دي هتبقى ب 65 جنيه. بدل 75 هتبقى 65. اي حاجه موجوده في المكان هنا عامل لكم خاص لكل متابعينا. والاسعار دي جمله وقطعي سعر واحد. عامله كام دي؟ براده خامه مستورده. براده.
برضو اكسسوار مستورد. اكسسوار مستورد تمام. دي 60 بدل 65. دي هتبقى ب 60 بدل 65. بصوا الشنطه دي هتبقى ب 60 بدل 65. تمام تحفه جدا. معانا ايه تاني؟ معانا الشنطه الثلاث قطع دي اللي هي الثلاث قطع. عايزه اقول لك دي ترند بقى له فتره اصلا. ثلاث قطع دي عامله كام دي؟ بس خدي بالك بقى يا ممكن الشنطه دي في منها في السوق مضروب، يعني في المضروب بيوصل لحد 70 جنيه. ب 70 جنيه تمام؟ وفي تمام. منها ب 60 جنيه. الشنطه دي هنا عندنا بكام؟ دي ب 90. ب 90 جنيه بس شغل لوكس. هقول لحضرتك حاجه، في ناس بتسالني طب ليش معنى دي؟ كل الاكسسوار ده، الاكسسوار ده كله مستورد. كل ده مستورد. انا اقدر اوصل الشنطه دي 50 جنيه. تمام. بس طبعا الشنطه اللي هياخدها مني هيشتكي. تمام. الشنطه دي الحزام بتاعها مطبوع والخامه دي اللي في الاصل. اللي في الاصل. طبعا دي 90 جنيه. وجولنا ب 90. عندي منها بس خلصان. تمام. يوصل 200 جنيه. تمام. تمام؟ بس دي عامله 90 جنيه جمله. دي هتبقى عامله 90 جنيه. كل الوان. تمام. حلوه جدا. بصوا كده حاجه زي كده عامله كام برضو؟ دي 60 بدل 65. دي هتبقى ب 60 بدل 65 جنيه. تمام تسلم ايدك. وفي دي حاجه زي كده؟ حاجه زي كده برضو. دي كذا ظرف دي بيتهيألي. كتير قوي. بصوا حلوه جدا دي وعامله كام برضو دي؟ بصك ده بصوا الجمال ده كله. طب دي برضو هتبقى بصوا يا جماعه دي ب 65 جنيه. ثلاثه ظرف زي كده عامله 65. تمام. حاجه زي كده ثلاثه لون. ثلاثه لون ده في الوان منها كتير. وعامله كام القمر دي؟ دي 65. دي برضو هتبقى ب 65 جنيه. بص شنطه ثلاثه لون ب 65 جنيه. تمام. ودي قطيفه ف ده اللي هو ده يا جماعه قطيفه وده جلد عادي. مظبوط. حلو قوي. تمام. دي 50 جنيه. دي هتبقى 50 جنيه. دي قطيفه في جلد وعامله 50 جنيه، الوانها برده متاحه. تمام. في حاجه زي كده؟ دي شغل الترندات برده. حلو قوي دي. دي 2 ظرف. دي 2 ظرف، تمام. عامله كام دي؟ دي بدل 75 65. بصوا دي هتبقى ب 65 بدل 75. حلو قوي، الوان برده متاحه. ودي 2 ظرف برده. وعامله كام دي؟ دي على خامه مستورده، دي عامله 50. دي هتبقى ب 50 جنيه، بصوا حاجه زي كده 2 ظرف وعامله 50 جنيه. حاجه زي دي؟ حاجه زي دي بالوانها عامله كام؟ دي عامله 60 بدل 65. دي هتبقى ب 60 بدل 65. تمام تسلم ايديك. حاجه زي كده برضو عامله كام؟ دي عامله 68. دي ب 68 جنيه. طب ده اللي هو الفيردي الجلد المقلوب. ايوه في جلد. تمام حلو قوي. تسلم ايدك. عايزين نشوف معاكم شغل المستورد ده. تمام. قلت لي الشغل ده مستورد محروق سعره. صح كده؟ شنطه مستورده. دي مستورده. حلو قوي دي. عامله كام دي؟ دي ب 40 جنيه بدل 50 جنيه. دي هتبقى ب 40 بدل 50. وفيها حزام جوه؟ فيها حزام الكروس جوه مستورده. مكان كراتة. تمام حلو قوي اللي هي البطايق والحاجات دي بتاع الكروت. تمام؟ طبعا كل الوان. قلنا هتبقى بكام يا ابو سجده؟ دي ب 40 جنيه. بصوا شنطه مستورده زي كده ب 40 جنيه تحفه بالوانها كلها. دي ب 40 جنيه يا جماعه مستورده محروق سعرها وعامله 40 جنيه. تمام تسلم ايدك. طبعا البوك ده عايز اقول لكم ده بورتوفي كبير. بورتوفي اهو. حلو جدا ده. ده في منه حوالي بتاع 12 شكل. 12 شكل انا همسك معاكم. كلهم مختلفين. وعامل كام ده؟ ده بوك وشنطه. ده بوك وشنطه يا جماعه مع بعض. من جوه 2 ظرف. ومعاه الكروس بتاعه برضه. تمام. ده مستورد مش مصر. ده مستورد قلنا عامل كام ده؟ طبعا 12 شكل. ده بدل 50 عاملينه 40. بصوا ده بورتوفي كبير بالكروس بتاعه مستورد ب 40 جنيه. حلو جدا ده. تمام تسلم ايدك. طبعا دي شنطه وبوك. دي شنطه وبوك برضو بدل 50 مستورد برضو. مستورد كل ده مستورد. يعني دي شنطه وبوك وهتبقى ب 40 جنيه. اه حلو قوي دي. تسلم ايدك اقفلها لنا. بصوا شنطه يا جماعه وبوك وعامله 40 جنيه حجمه ومساحه حلوه جدا. الوانها برضو كلها موجوده الاسودات وكل الالوان موجوده. تمام, تمام. كل الالوان موجوده. معانا بقى البورتوفيهات دي عشان بس المكان زحمه واحنا ايه يعتبر معطلينهم خالص. حاجه زي كده عامل كام؟ ده بدل 35 عامل 30 جنيه. ده يبقى ب 30 جنيه بدل 35. بصوا كل ده هيبقى ب 30 ب 30 ولا ايه؟ اه ب 30 ب 30 جنيه. تمام تسلم ايدك. برضه في منه اللي هو الجلد. والجلد ده برضه هيبقى عامل 30 جنيه. حلو قوي. عايز اقول لكم ان احنا تعبنا من التصوير بجد. في شغل حريمي ورا كتير، في شغل شنط كتير ما تصورش، بس عشان وقت الفيديو والمكان زحمه كمان العنوان بالتفصيل انا هسيب لكم الصور في نهايه الفيديو وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.
هنيجي بقى للعنوان وازاي نوصل. احنا واقفين دلوقتي قدام ممر رجب العطار اللي في شارع بورسعيد بعد مول بانوراما، واقرب محطه مترو هتكون محطه مترو باب الشعريه. واللي بعمل لكم عليه زوم ده ميدان باب الشعريه، اللي جاي من باب الشعريه هيجي من الاتجاه اللي انتوا شايفينه ده، هتنزلوا محطه مترو باب الشعريه وتيجوا على طول تسالوا على ممر رجب العطار، مش رجب العطار اللي على اول شارع بورسعيد عشان ما يختلطش عليكم الامر. ممر رجب العطار ده اللي انا هنخش منه ان شاء الله ده بعد مول بانوراما في شارع بورسعيد. ولو جايين بقى من اول شارع بورسعيد ومن عند كوبري المشاه، بصوا اللي بعمل لكم عليه زوم ده مول بانوراما يا جماعه اللي في شارع بورسعيد، انتوا هتعدوا وتمشوا بعده كمان. واللي جاي من اول بقى شارع بورسعيد عند كوبري المشاه وحاره اليهود هيجي من الاتجاه ده ويفضل ماشي بعد مول بانوراما على طول تسالوا على ممر رجب العطار، مش محل رجب العطار اللي في اول شارع بورسعيد عشان ما يختلطش عليكم الامر. وكمان قبله كمان في صيدليه اسمها صيدليه الجمهوريه الجديده، دي قبل الممر على طول. انا بديكم علامات مميزه تخليكوا توصلوا ان شاء الله المكان من غير ما تسالوا اي حد. احنا هندخل من الممر اللي عليه يافطه رجب العطار، اسمه ممر رجب العطار يا جماعه، ندخل منه على طول. هيقابلنا بقى محلات شنط رجالي، جلود، اكسسوارات شنط وحزمه، كل حاجه هتقابلنا في الطريق واحنا ماشيين. هنفضل مكملين في الممر ده لحد اخره على طول، محل سجده في اخر الممر يمين. انا هوصلكم المكان بكل سهوله، الاسعار دي استحاله تلاقوها عند مكاتب الجمله الموجوده في العتبه كمان، لانه هنا مصنع يا جماعه وهيبيع كمان بسعر المصنع. بصوا دي اليافطه بتاعت سجده بكل ارقامها برضو لو عايزين تاخدوا سكرينات، عنده الشنط الظهر والامهات البيبيهات الاطفال الانسات كل شغل الترندات، وعامل لنا عرض حلو جدا لكل متابعين القناه، هياخدوا جمله وقطعي سعر واحد يا جماعه والشحن للجمله والكميات. الاسعار دي استحاله، عاملين لنا عرض دمار. الفيديو ده يستاهل بجد مليون لايك وناس كتير تعرفه، لان ده بجد كنز. وكمان لتجار الاونلاين واللي عايز يفتح مشروع بجد استحاله تلاقوا الاسعار دي في اي مكان تاني. ما تنسونيش بقى بلايك كتير للفيديو ده، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.